أيضا هذا السؤال، إذا سافر الشخص إلى الدراسة خارج بلاده، وكما هو معلوم بأن الوقت يختلف عن وقت بلده، فمثلا إذا زادت الساعات في الصيام أو نقصت لاختلاف الوقت، هل يؤثر ذلك على صيام الشخص أم لا؟ أفيدوني بارك الله فيكم. من سافر إلى بلد غير بلده ويختلف بفارق توقيت عن بلده، فإنه يكون حكمه حكم ذلك البلد الذي سافر إليه، فيصوم ويفطر تبعا لذلك البلد، يصوم إذا طلع الفجر في ذلك البلد ويفطر إذا غربت الشمس في ذلك البلد، ولا ينظر إلى توقيت بلده لأنه سافر منه وخرج منه، وكل مكان له حكمه. فالإنسان إذا كان في بلد فإنه يكون حكمه حكم أهل ذلك البلد، ولا يكون حكمه حكم بلده الذي جاء منه. نعم، شكر الله لكم.